لاحظتوا هاد الدوره ديال موروكو ميديكا اكسبو موروكو دونتال اكسبو كانوا احتاوا بالرعايه الساميه ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس، وهذه اول دوره اللي كتحتضن بمدينه الجديده بعيدا عن ارض المعارض بالدار البيضاء، وكان واحد التحدي كبير لان الجميع الفاعلين ديال هذا المعرض لا من عارضين لا من زائرين ولا منظمين، ولكن الحمد لله التحدي غلبناه وكان واحد الحضور قوي للزائرين، وكذلك سجلنا 200 عارض من جميع المغرب، وكانوا كذلك حضور من عدة دول أجنبية كالباكستان، الصين، الهند، ألمانيا، إيطاليا ودول أخرى اللي شاركت معنا في التظاهرة هذه. دونك وبالموازاة مع العرض كانت 120 ندوة علمية في المجال الطب، طب الأسنان، طب العام، الهندسة البيوطبية وكذلك المهن شبه الطبية. دونك هاد الندوات عرفات واحد الحضور جد مكثف للمؤتمرين، وكانوا لقاوهم محاضرين على المستوى الوطني والدولي اللي طلعوا اللي رفعوا المستوى ديال البرنامج العلمي ديال هذه الدوره، وهذا هذا واحد البادره جديده في المعرض ديال الماروكو ميديكا اكسبو ولا الماروكو ديال الدونتال اكسبو. يعني هاد المعلومات كلها ما ابت الا ان استجاب معها المهنيين وحضروا هذا المعرض وخلوا صبغة جد طيبة على المستوى الوطني والدولي.